كابتن سيد، في اقتراح كده يعني مش عارف حضرتك نقوله لك ازاي، هل ممكن يطلق على هذا الدوري دوري مؤمن زكريا؟ يعني خلي بالك بس انت جيت لنقطه في منتهى الاهميه. يعني احنا عندنا يعني حاله ايجابيه وحاله معنويه ودافع قوي جدا جدا جدا، ادانا يعني ارتياحيه النهارده في مباراه النهارده، وادانا نوع من الاداء المتميز وخصوصا في الشوط الثاني. يعني اعتقد ان لو سالنا على السبب هتلاقي وجود مؤمن زكريا وسطينا. يعني ادانا طاقه ايجابيه كبيره جدا، قد ايه كان الواحد محتاج جدا 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 كفريق ان هو يبقى يظهر بالصوره ديت، كفريق يكون عارف كويس قوي واحد من نجومه وواحد من صفوفه وواحد من اخوات من الاخوات اللي لهم مكانه وقدر عند اللعيبه. البهجه اللي شفناها امبارح والحاله المعنويه الكبيره جدا اللي كانت ظاهره على الفريق، اعتقد ان مؤمن زكريا واحد من الاسباب الرئيسيه. فيما يخص الدوري احنا عندنا يوم الاثنين ان شاء الرحمن، اتمنى لو الامر عند مؤمن يبقى يتاح لي ان هو يقدر يجي او يقدر يكون موجود في برج العرب، اتمنى ده. ولو ما قدرش ان شاء الرحمن باذن الله ناخد الدوري ونروح له احنا كمان البيت يعني باذن ما شاء الله. لا انا كان نفسي يعني مبادره يعني من خلال اللعيب ان احنا نسمي الدوري ده دوري مؤمن زكريا. اطلقها ان شاء الرحمن. يعني ده بتمنى يا جماعه ان الدوري ده يطلق عليه دوري مؤمن زكريا، وده هيكون بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم او اللجنة الخماسية، وهتبقى حاجة معنوية انا شايفها هايلة جدا. وما ننساش الدور الكبير اللي انت قمت بيه وانا اشدت بيه امبارح على الهواء مباشرة، طبعا الدور اللي حضرتك قمت بيه بخصوص مؤمن زكريا، كان في تواصل مستمر من كابتن سيد عبد الحفيظ لحد ما راح له البيت وخده وداه التمرين وخد مستحقاته بالكامل دون طبعا اي خصومات سواء من ضرائب او اي شيء، فدي حاجة تحسب ليك وكعادتك كابتن سيد عبد الحفيظ بجد، يعني حاجة تحسب ليك بشكل كبير جدا. الحقيقة اللي تحسب ليه تحسب للنادي ككل، النادي الأهلي فيه رسائل كده بيديها عبر مر الزمان، بتيجي أحداث تبان إنها صعبة لكن بتظهر معنى النادي الأهلي. مش معنى كده إن أنا بتكلم على حالة مؤمن بس، أنا بتكلم دايما على كل التجارب السابقة. الأهلي عمره أبدا ما تخلى على حد، وخصوصا لو واحد من ولاده، عمره أبدا ما كان فيه نوع من يعني نوع من بيديك ظهرك أو بيديك ظهره في وقت أنت محتاجه يعني، بل بالعكس. يعني أنا زي ما قلت لك ده يحسب للنادي الأهلي، يحسب لإدارة النادي الأهلي، يحسب لكل واحد بيفكر بشكل كويس جدا، لان هي المسج دي اللي باقيه. المسج ان في حاجات كتير جدا فيها تنافس وفيها نوع من الصراعات سواء كان داخل الملعب او خارج حتى الملعب، لكن ما فيهاش اي نوع من لا قدر الله الحاجات اللي هي تبان ما بين الانسانيات وحشه. احنا كنادي اهلي دايما بنتعامل مع ده، خصوصا لو كان واحد من ولادك، احنا بنتعامل ده مع الغريب، مش هنتعامل ده مع واحد من الولاد يعني. فان كان يحسب فيحسب لمنظومه الاهلي كلها يعني، حقيقه اداره ولعيبه وجماهير واجهزه فنيه. يعني واحد من الناس اللي ليها مكانه كبيره جدا، وعندي انا شخصيا يعني مؤمن اخويا الصغير يعني شفته في مواقف كثيره جدا لما يعني ما حضرتوش وانا او ما حضرنيش وانا بلعب، لكن وانا مسؤول كمدير كوره يعني كل المواقف الصعبه وكل المباريات الكبيره كان موجود بشخصيته، كان موجود باهدافه، كان موجود بطريقه تفكيره. ان شاء الرحمن عندي امل في ربنا كبير جدا ان هو يكون باذن الله معانا في اول الموسم ان شاء الرحمن، ودي حاجه تسعدني وتبسطني جدا الحقيقه.